على أنقاض قرى لبنانية بنيت هذه المستوطنات الإسرائيلية، ومع التطورات الحاصلة في الجنوب تعود إلى الواجهة رواية القرى السبع المحتلة. تبدأ القصة من ترسيم الحدود عام 1923 في اتفاقية ساريمو بين الاستعمار الإنجليزي على فلسطين والانتداب الفرنسي على لبنان، حيث تم ضم هذه القرى إلى الاستعمار الإنجليزي وأصبحت تابعة لأراضي منطقة جبل الجليل الأعلى، باعتبار أنه وبعد دراسات لم يتم ضم هذه القرى إلى دولة لبنان الكبير. هي سبع قرى تشكل سلسلة من الأراضي الهضبية والجبلية، تبدأ من إبل الأمح القريبة من الخيام وتنتهي بطربيخة بمحاذاة عيت الشعب. مساحة جميع هذه الأراضي تقدر ب 74221 دنم موزعة كالآتي: قرية إبل الأمح أو مستوطنة يوفال، تحدها من الشمال بلدة الخيام، ومن الغرب سهل مجعيون، ومن الشرق مجرى الحاصباني. قرية هنين وهي اليوم مستوطنة مارجليوت، وتحدها من الشمال لعديس وكفركلا. قدس أو مستوطنة يفتاح، تحدها من الشمال بليدة، ومن الغرب عيترون. الملكية مستوطنة مليكة محاذية لمارون الراس من جهة الغرب، تحدها من الشمال قرية بليدة، من الجنوب صالحة، ومن الشرق قدس وعيترون من الغرب. صالحة أو مستوطنة أفيفيم تقع على الطرف الجنوبي لمدينة بنت جبيل، وتحدها من الشمال مارون الراس، ومن الشرق عيترون، ومن الغرب يارون. نبي يوشع مستوطنة راموت نفتالي تحيط بها بليدة من الشمال وتضل على حولة من الشرق. تربيخة أو شميرة تحد هرميش وعيت الشعب من الجهة الشرقية، ويارين ومروحين ورامية من الشمال. وحول لبنانية هذه الأراضي جدل تاريخي واسع عمره أكثر من 100 عام، بدءا من 1920 مروراً بال 1948 وصولاً إلى 2023. عند موقع استراتيجي ملفت جداً للبنان ولا إسرائيل، وعند أرض خصبة كانت وقتها كانت تستثمر زمن الانتداب الإنجليزي أو زمن الاحتلال العثماني أو الوجود العثماني، كانت تغذي إسرائيل وجبل عامل والجنوب اللبناني بالمواد الغذائية بالخضار والفواكه. هذه القرى باتت جغرافيا داخل فلسطين، أما سكانها فغادروا إلى لبنان. بعد الانتصار الساحق للجيش اللبناني بالملكية إحدى القرى السبع، اضطر الجيش اللبناني يسلم هذه القرى وبخاصة الملكية للجيش العربي، ولكن للأسف الجيش العربي بيخسر بالملكية بيرجع، وبيرجع بيخسر القرى السبع وبتضمها إسرائيل لإلها، وبتهجر كل الأهالي إلى لبنان. وأكبر دليل كمان سنة 1948 الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بصلحة، فجر لهم الجامع، راح بقلب الجامع أكثر من 100 قتيل. تكريماً للأهالي الذين تم تهجيرهم قصراً إلى الجنوب اللبناني، تم أعطاؤهم الجنسية اللبنانية كقيمة تقدير لنضالهم عام 1948.